بس انا مختلف مع الاستاذ ابو علي يا كابتن في حاجه. ايه بقى؟ انت لازم تختلف مع بعض. لا 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 خالص. بص حبيبي يا عم، جزئيه ان منتخب السنغال لما واجهنا في فاينل افريقيا ما كانش افضل مننا، هم على المستوى الفني لازم بص اول حاجه تقدر المستوى الناس اللي قدامك، هم على المستوى الفني اعلى مننا طبعا. اعلى مننا وبدون شك، ده الواقع طبعا، ده الواقع، واللي ما يعترفش بكده يكون لازم نتعامل معاه. لازم نتعامل، هم افضل مننا على المستوى الفني. ايوه بس كيف تتعامل مع هذا الواقع؟ منتخب السنغال مباراه الافتتاح كسبها بضربه جزاء في الدقيقه 95 او مباراه اللي في المستر احمد، هم من 2019 نسمع بعض بس عشان من 2019 ما خسروش ولا ماتش. من كام؟ من 2019 نتائجهم لحد ما وصلوا لنا اخر ماتش كانت متذبذبه في البطوله. مش ممكن تقول دول بيلعبوا على قد اللي قدامهم، اللي قدامهم لما جم لعبوك لعبوك على قد انت فعلا كنت بتلعب بالروح، انت كنت مجهد جدا جاي لهم، كنت بتلعب بالروح يعني انت كنت فعلا مستاهل. طبعا. وعشان كده انا وجهه نظري ان كروش اعتقد ان هو بيفكر في حاجات في التشكيل عكس ما الناس متخيله انه هيلعب بالتشكيل اللي كان. احنا ما شفناهوش فلسفته تثبيت التشكيل يعني حتى في الوقت ممكن يبقى هو هيعمل حاجه 4-2-3-1 اعتقد يعني في الوقت. اسباب نجاح كارلوس كروش تثبيت التشكيل. لا ما هو مش هيغير، هو مش جامد يعني، هو مش هيغير، ما عندوش مش هيغير. انا بقول لك يعني انا اول مره اشوف حد بجد خبير يعني في الكوره وكده ونتكلم فيها طول عمرنا، لكن اول مره اشوف حد دلوقتي بيتكلم، لكن كل الناس رايحه في اتجاه ايه؟ ان كارلوس كيروش لا ممكن يعمل تريك التغيير واحد بس. انا بقول لك وجهه نظر، وارد نعمل. لا لو انت لعبت تريك التغيير واحده مثلا يعني مثلا يبقى 4-2-3-1 يبقى 4-2-3-1 انت قفشه بدل حد من الثلاثه اللي موجودين في نص الملعب بس. سواء سوليا او حمدي او نني، وارد يلعب زيزو وتريزيجيه ولاعب صلاح قدام. تفكير ايه ده؟ راس حربة بدل مصطفى. الميكانيزم بص، لا في ميكانيزم شغال عليه المنتخب، هو متعود ان في حد يهده في 4 ايام. انا بقول لا، انا ما قلتلكش، انا ما قلتلكش اعمل كده، بقول لك وارد. لا وارد، لا بس وارد، لا مش وارد. يعني انا ممكن اكون تغييره تحول تغييره جوه الماتش، لو ما عملش عنصر مفاجاه في المباراه اعتقد الدنيا هتبقى صعبه. ايوه ايه هو عنصر مفاجاه يعني؟ يعني هو خالد ده الكلام اللي اصل المعسكر مغلق جدا نظري يعني. زي ما موسيماني بيحاول يقلب الموضوع، ساعات احنا بنكون متوقعين يلعب 4-3-3 يا رب 4-2-3-1 بس هو في الاخر موسيماني انت لما هتشوف التشكيل انت عارف ان هو لما بيلعب كده كده ممكن يكون بيلعب قفش، ممكن يكون لاعبه ناحيه الشمال، ممكن لا اقصد ان هو يلعب قفشه مركزه على موسيماني ولا اتكلم على كيروش؟ احنا ساعات احنا بنكون متوقعين ان موسيماني هيلعب 4-3-3 وينزل يلعب 4-2-3-1 قفشه بيلعب صانع لعب، هو وارد برضه يعمل كده. ده هو دي الحاجه الوحيده. ايوه اصل هو ممكن بكره يعمل ايه؟ او يعني يوم الجمعه سوري ان هو يعمل ايه؟ ان هو يلعب 4-3-3 لا بقى. هو هيلعب 4-2-3-1 بس هو الموضوع ان عايز تريزيجيه 4-2-3-1 دي ما حصلتش مع كارلوس كيروش خالص. لا حصل الماتش الثاني، حصل اثناء الماتش يعني اثناء الماتش اوكي في البطوله العربيه مش هيغير. نسمع بعض بيلعبها حتى لما بيلعبها الثالث اللي هو 4-2-3-1 ما بيكونش الثالث ده، لا مش بيكونش قفشه، هو ما بيعترفش بمركز 10 بيكون ثالث جنب الديفندر يعني بيكون ثالث بينزل يعني. عبد الله لما لعب ماتش السودان كان نازل تحت، ما بيكونش ليبرو مفيش اللعيب اللي بص هو. لو انت شفت اللي كل معظم الكلام حتى اللي بيطلعوا يتكلموا كان قبل مثلا لما طلع مع عورين كروش، ودول طبعا ما تقوليش ان هم قبل التجمع ما كانوش على تواصل معاه، لكن على تواصل معاه في الفتره اللي كان اجازه. تحس ان تريزيجيه ومرموش مشكله، هو عايز الاثنين يكونوا موجودين بس مش عارف يعمل ايه. فده اللي بيرجح وجهه نظر، انا بقول وجهه نظر ما عنديش معلومه، ان هو عايز يلعب بالثلاثه مرموش وتريزيجيه وزيزو، ممكن يبقى صلاح قدام او مرموش وتريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد قدام. لا ما هو لعب مرموش وتريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد قدام. بص يا كابتن انا بقول وجهه نظر ان هو في ماتش اللي هنا هيلعب بالشكل اللي هي ده. اللي هي وجهه النظر اللي بتقول ان هو هيستغنى عن واحد من الثلاثه سواء السوليه او لا السوليه والنين موجودين 4-2 الثلاثه اللي قدام دول. لا ما هو هيستغنى واحد من الثلاثه اللي هو حمدي فتحي يعني. لا هو الماتش الثاني هيلعب بثلاثه ديفندرات الصراحه. بص احنا في الماتش اللي جاي الماتش الاولاني لا هيلعب 4-3 اللي انت بتقوله ده هو التشكيل الأسوأ لكارلوس كيروش منذ تولى تدريب منتخب مصر اللي لعب بماتش نيجيريا بالظبط. ايوه ده غلط. هذا هو التشكيل الأسوأ انا شايف والشكل الأسوأ لمنتخب مصر مع كارلوس كيروش هو ده يعني اللي انت بتقول عليه ده اللي لعب بيه السولية كان حمدي اسف كان اثنين من الثلاثة كان مصطفى محمد كان حمدي والنني كان مصطفى محمد يمين وصلاح مهاجم صريح وبيلعب تريزيجيه يعني الحقيقة كانت ما كانش عبد الله السعيد ومرموش لا كان تريزيجيه هو الفارق يا كابتن هنا مع كامل احترامي طبعا لكابتن عبد الله السعيد احنا بنتكلم عن منتخب مصر الفارق بين الدور اللي هيقوم بيه بص تريزيجيه وعمر مرموش محمد صلاح الثلاثة عندهم عنصر السرعة والقوة والمهارة غير برضه مع كامل احترامي مع كابتن عبد الله السعيد سنين اللي عدت كان في عبد الله طبعا تشكيل مصر منتخب مصر قدام نيجيريا
محمد الشناوي، اكرم توفيق. لا خلينا في الثلاثه اللي هقول لك اهو، هقول لك التشكيل من تريزيجيه لعب نص ملعب. محمد الشناوي، محمد الشناوي، الونش، حجازي، اكرم توفيق، احمد فتوح، عمرو السوليه، ومحمد النني، وتريزيجيه، مصطفى محمد، ومحمد صلاح، وعمر مرموش. بس تريزيجيه كان بيلعب قدام اكرم توفيق، والحته دي المنتخب النيجيري عمل فيها ان تريزيجيه كان لسه راجع من الصليبي. دلوقتي تريزيجيه فت جدا، مش هيحطه في الرايت. انا بقول لا ما قلتلكش في الرايت. طبعا هو هيحطه لا صلاح رايت، صلاح رايت، هيحطه مرموش، صلاح رايت. لا صلاح. نسمع بعض يا جماعه، نسمع. صلاح رايت. المشكله عند كروش ايه؟ كروش قدر بنفس الخطه دي قدام السنغال انه يحجم السنغال، انه مديهم الكوره، بس السنغال غالبا ما بيقدرش يعمل حاجه. بس احنا كنا في بناء الهجمه نفسها بقى، او استغلال الكرات، كان صعب جدا علينا. احنا قدرنا ان احنا نخلي السنغال خطورتها نقفل على السنغال مش موجوده، وان احنا نكون ند بند حتى لو الفوارق الفرديه اكبر شويه. بس كان بناء الهجمه، بناء الهجمه بقى هو اللي كان عندنا فيه مشكله. لان انا عندي كنت مفكر ان اقفل على السنغال ازاي، ابني ازاي، ما كناش قادرين نعمل ده. لو هو عمل ده في الماتش كده هو حل المشكله بالنسبه له، وقدر انه يحجم، وقدر انه يبني الفرقه، يبني الهجمه، ويقدم كوره. كانت مشكله منتخب مصر الانتقال من الكوره، وضع الدفاع لوضع الهجوم. بس كده، لانه الثلاثه الديفندرات كانوا يعني زي ما بيقولوا جايبين اخرهم، ما حدش هم قادر يطلع. اعتقد بيأدوا دورهم الدفاعي، انما عندك عمرو السوليه هيقدر يعمل ده، محمد النني هيقدر يعمل ده، حمدي فتحي هيقدر يعمل ده. اعتقد انه التشكيل لن يخرج عن كل يعني اي حد معدي عنده اربع سنين هتقول له التشكيل هيقوله لك. ايوه هتختلف في مركز واحد، عمر مرموش ولا محمود حسن تريزيجيه. انا عندي اعتراض، انا عندي اعتراض في القصه دي، واتوقع ان الراجل يبدا بقفشه في نص الملعب عشان يحل المشكله اللي خالد كان بيتكلم فيها. اسمع منك انا يعني وجهه نظري كل واحد لما حد يلعبك 4-3-3 زي ما السنغال بتلعب السنغال مش هغير، هنرجع للسنغال. هو بادئ بيها كلها، ما غيرهاش الا في ماتش بوركينا فاسو لعب 4-2 مش عارف 3-1 حاجه زي كده، لكن هو بيلعب 4-3-3. انا وجهه نظري سبب المشكله الرئيسيه اللي خلتنا ما عرفناش نوصل في ماتش السنغال لمرمى السنغال، ان احنا حاولنا نعتمد على الكرات العاليه او اللعب لمحمد صلاح، ما كانش عندنا حد يقدر يلعب الفرقه كوره، ودي كانت مشكله كبيره. وجود حتى لو الراجل مش هيعمل كده، بس انا بقول وجهه نظري كراجل ناقد يعني رياضي او عندي شويه كوره، بقول ان وجود قفشه في الماتش ده مهم جدا، هيلعب الفرقه كوره، ولو لعبت بالثلاثه السوليه والنني وحمدي هيبقى عندك مشكله في اللاعب اللي يعمل الربط بين نص الملعب والهجوم. ما دي المشكله، وجود قفشه مهم، لان انت هتضغط من نص الملعب بشكل مكثف جدا، مش هتعرف تستلم كوره، مش هتعرف تحضر بشكل كويس. قفشه بيعرف يلعب بين الخطوط دي كويس، بيعرف يستلم تحت ضغط، وبيعرف يلعب الفرقه كوره. صلاح محتاج حد يلعبه كوره يجريه كسريع. نفس الكلام عمر مرموش، الحلول الفرديه في الماتش ده هتفرق. الغلطات، النص غلطه لو ما استغلتهاش وسجلت منها نقطه تانية. برضو وجود مصطفى محمد مهم، لكن لو لعبت على الكرات العرضيه في وجود كولوبالي ووجود الناس اللي موجوده ورا اللي ما شاء الله 1.95 وحاجات زي كده، هتواجه صعوبات انت في الكرات العرضيه. فلازم حد يلعب الناس كوره، ولازم حد يحاول يوصل الونجات اللي ما عرفوش يوصلوا في المباراه اللي لعبناها في نهائي افريقيا. هو الوصول، هو الراجل يا جماعه مش مقتنع بفكره اللاعب رقم 10، مش هيلعب 10، هو بيلعب 4-3-3 فلات. الثلاثه اللي بيلعبوا في الوسط فلات، ثلاثه على خط واحد، ممكن يعملها شوط ثاني. بيلعب النني، بيلعب النني بيروح ناحيه اليمين، وعمرو السوليه بيروح ناحيه الشمال، وحمدي فتحي في النص، او حمدي بيروح شمال والسوليه في النص، بيلعب بيهم فلات. كل الماتشات اللي لعبها من اول طول العربيه بنقول ده حل من الحلول، حل هيجي يغير الحلول الهجوميه، هيجي يحل من الحلول في ماتش ما فيهوش غلطه. ماتش ما فيهوش غلطه، هل هيجرب؟ مش تعمل الغلطه. انا جربت 4-3-3 قدام السنغال، جربت 4-3 قدام السنغال، وعلى الاقل امنتني ان انا مش هجيب. يا راجل ده ابو جبل طالع نجم الماتش، طالع احنا ربنا استرها معانا. طيب ماشي ما على فكره ده بيحصل. امنتي بص هقول لك على حاجه، بس في حاجه مهمه جدا في الكوره اليومين دول عامه، في كل العالم. سواء مره بقى انا سكت فلقيت في صمم. لا ما تسكتش. ايوه لا الاستحواذ دلوقتي معظم. لا راح علينا كتير يا خالد. يا باشا بص الاستحواذ، خد الكوره وانا لا راحوا. لا بس هي مدارس، هي مدارس يا خالد. طب ما احنا عملنا في صن داونز كده. ايوه ما انا بقول لك، ما هو ايوه صح، ما انا بقول لك هي مدارس. يعني انا ممكن لا، ما هو انا دلوقتي، ما هو احنا عملنا في ماتش صن داونز كده في الاهلي، الاستحواذ كله كان معانا، الاستحواذ كله كان معانا، بس لو كنت كسبت كان هيبقى استحواذ ومكسب. ما هو مانشستر سيتي، هو مانشستر سيتي بيعمل ايه؟ ما هو بيعمل استحواذ ومكسب. لا ده 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 قد دفع. طيب ما هو يعني احنا لو بنتكلم هنا، فانت بتتكلم على نفس الشكل، ان انت كلنا نفسنا ان احنا يبقى عندنا استحواذ و بس طبيعي، بس انت عندك
ما هو دور الدور الحاسم بيحط طول كتير بس ما بقاش طول الماتش هو اللي نجم الماتش فوتقول ما هم ما راحوش علينا او قفلنا لا لا, لا, لا بصراحه السنغال اليوم ده علينا قلت ان ده كان جاحت ان علينا بشكل ولكن اتفضل يا كابتن لا انا كنت اقصد اقول ولكن ان احنا في النهايه منتخب مصر منتخب قوي طبعا يعني احنا بس بنحاول ان احنا نحلل الموضوع من الناحيه الفنيه انا عاجبني قوي حاله التخوف اللي موجوده في الشارع دي اوكي وحاله ان احنا مركزين قوي مع السنغال بشكل ان هم فرقه قويه لا بس هي حقيقة طلع انا عارف بس ساعات احنا ما بتيجي تقلب الفرقه يقول لك لا احنا عندنا وعندنا وعندنا كلام عن نفسنا كتير بنيجي في الاخر بنصطدم بواقع دايما بيزعل احنا دلوقتي محتمين فريق السنغال بشكل كويس حاطين النقط فوق الحروف زي كويس. وده هيخلينا نازلين مركزين قوي في الماتش حتى الجمهور نفسه مش هيبقى حاطط لود على اللعيبه لا ايه ده انتوا ما جبتوش جون ازاي في اول شوط انتوا ما جبتوش جون ازاي في الشوط الاولاني لا الناس عارفه قيمه منتخب السنغال وعايز بس الفتره دي ان كل بقى اعلام سواء مسموع او مرئي او يتكلم ان احنا عندنا فعلا منتخب قوي ما عندناش منتخب يستهان به ما عندناش منتخب ضعيف لا زي ما خالد بيقول عندنا واحد من افضل اللعيبه في العالم عمر مرموش بيقدم مستوى هايل جدا مع فرقته تريزيجي الاسبوع اللي فات فاول تريزيجي ماشي كويس قوي موضوع مختلف بس نني يعني بالظبط